العوافي مساء الخير كيفكم بلبنان وببلاد الانتشار آآ اليوم آآ باذن الله رح نحكي عن مواضيع كثير حساسه وخاصه اللي شفناه ان كان بالكلام عن ترشيح ميشيل معوض السيادي الكبير ولا ان كان بالنسبه لموضوع البيان اللي صدر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود فيما يتعلق بموضوع رفضه للدعوة إلى انعقاد جلسة مجلس قضاء الأعلى اللي لأد... وجه له وزير العدل تبعا بي... لواجباته لصلا... القانونية أو الدستورية وصلاحياته المنصوص عنها ورح نضوي على هذه النقطة لأنه كل هذه البيانات هي من أجل التهرب من موضوع خطير جداً بيضمر النوايا الحقيقيه المبيته لعدم انعقاد جلسه من اجل تعيين قاضي رديف وليس بديل عن المحقق العدلي لينظر لي بطلبات تخليد سبيل الموقوفين الماسورين بملف تفجير المرفأ ولكن بالتحديد كمان بدنا نحكي عن موضوع كثير مهم اللي هو اولا ملف ترسيم الحدود اللي سمعنا اليوم من فخامه الجبل انه هذا الموضوع بالتحديد صار شرف على نهايته نتيجه تتذكروا قلنا انه كلها هوبرات اعلاميه ومن من مايله لبنان ومن ميلة الكيان كرمال يعوموا نتنياهو لحتى فكروا انه يربحوه بالانتخابات التشريعيه وهيدا الموضوع صار معقد جدا مش الملف في الترسيم موضوع الاقليمي تبعه لانه بيرتبط بالصراعات الكبرى بين الروس والامريكان واوروبا ومنطقه الشرق الاوسط وتحديد الاحجام السياسيه في هذه المنطقه لحتى كل واحد يعرف حدوده اللاحقه ولكن الابرز انه لما يكون الواحد بسمي حاله مرشح طبيعي لرئاسه الجمهوريه وانه هن بدون وهن فيهم بالاخر برشحوا آه مش هلا معوض يعني معناتها هيدي لكل اللي كانوا عم بيهيصوا انه بدن سمير جعجع رئيس جمهوريه تبين انه عارف حجمه انه هو اصلا قانونيا ودستوريا لا يحق له ان يقوم باي شيء في خطوه ثانيه كمان كثير مهمه آه صار في اكثر من 220 حاله لبنوكي بلبنان شو عم بيعملوا كل واحد بيعرفوا فتح حساب معه جنسيه اجنبيه عم بيودوا لهم كتب باقفال الحسابات تبعا لقانون الموجبات والعقود وقانون النقد والتسليف وعم بيطلعوا لهم شيكات مصرفيه بقيمه المبالغ خوفا من ان يقوموا بالادعاء بالمحاكم الاجنبيه لكل واحد عنده جنسيه بالدوله اللي هو جنسيته منها بالتالي هذا العمل قانونيا معلش بدي افتتح فيها بس لانه بتهم المودعين قانونيا هو تصرف قانوني فيما يتعلق باقفال الحساب من ميله وحده، لانه اجمالا اجمالا وهون ما يوخذوني شركة التامين والمصارف العقود المصرفيه يعني بين فتح حساب للمص للزبون من المصرف وعقود التامين هي عقود غرر او عقود اذعان يعني بسموها بالفرنسي كونترا دوليزيون يعني عقود اذعان يعني الطرف الثاني اللي هو الزبون الزبون ما له ما له اي اراده فيها يعني بيقدر يوقفوا الحساب طبعا لقانون الموجبات والعقود اللبناني بس النقطة المش قانونية فيها واللي هي احتيال وتحايل على كل القوانين وهي سرقة موصوفة بحد ذاتها انه الكتاب لما يتوجه بالاقفال الحساب بيعطوه تشيك مصرفي بقيمة هذا الحساب وعليه التبلغ للاستحصال عليه لحتى يبروا دمتهم أنه يقونوا هذا التصرف هون بدي نصيحة بس للشباب المودعين اللي ما عندهم اللي عندهم جنسيات أجنبية وحتى اللي ما عنده جنسية أجنبية لأنه كمان في أشخاص مودعين عم يعطون هودي الكتب وحساباتهم لبنانية وهن لبنانية ما عندهم جنسية أجنبية هيدي كرمال سرقتهم سرقة موصوفة ويتزرعوا بموافقتهم على تقبل هذا الموضوع لحتى يقولوا لهم بطل شيء قلنا اه عنكم ليه قلكن اه عنا لانه تشيك المصرفي اللي عم يعطوه مع اقفال الحساب هو تشيك مصرفي مثل ورقه الكدش لانه منا الى قيمه فعليه ليه لانه تشيك المصرفي اللي عم يطلع من البنك عم يطلع بكامل المبلغ هون بيكون البنك عم بيطابق المواصفات او الشروط القانونيه اللي بيفرضها القانون عند اقفال كل حساب يعني بيعطيه حسابه كله ولكن عم بيعطيه بموجب تشيك مصرفي منه وسيله ايفاء بقى للمبلغ تبعه يعني بيروح بيستلمه بياكل الضرب المودع عندما يستلم هذا هذا الشيك معناتها تجرد من كل حقوقه ليه لانه هذا الشيك بيروح ليصرفه عند الصراف او عند حياله حدا بيعطيه ماكسيموم هلا 20%، هيدا اذا كانوا كره ما معه، ولكن عم بيعطوا بين 12 و16% من قيمة المبلغ، إذا واحد عنده 10,000 دولار عم بيعطوه 1600 دولار نتيجة التشيك المصرفي، معناتها هيدي سرقة موصوفة، اوعى حدا من المودعين إن كان معه جنسية أجنبية ولا ما معه جنسية أجنبية، اوعى تقبلوا بهيدا الموضوع، لاحظوا تدرج كيف عملوه بالنسبة لموضوع المصاري والإيداعات عملوا لهم ال 400 دولار أو ال 200 دولار لحتى يخلون يتورطوا رويدا رويدا بهذا الموضوع ويصير ضلوا التعامل مع البنك وحتى يقول المصرف لاحقا في حال صار في عليه دعوة يقول والله هي ما قبلوا بالتعميم رقم كذا علما علما انه التعميمات اللي صدرت عن حاكم مصرف لبنان هي تعميمات غير قانونية لأن التعميم لا يوجد القانون بالتالي قانون النقد والتسليف هو القانون العام وهو السائد بالتعاملات بين المصارف والزباين، بالتالي لما قانون النقد والتسليف اللي هو موجب وملزم بتطبيقه المصرف او كان حاكم مصرف لبنان او المصارف ملزمين بتطبيقه لانه الوديعه التي يودعها الزبون المودع في المصرف هي على صعيد الأمانة على سبيل الأمانة وبالتالي يجب إعادتها غب الطلب عندما يطلب المودع هذا الأمر هيدا الشيء اللي عم بيحاولوا يعملوا السر الموصوف فيه ويحتالوا على المودعين فإذا مجددا كل اللي معهم جنسيات مخافة أنه يقوموا بدعاوي برا هلا انتبهوا كمان هون بدي اشرحها معلش ما تخزون لا توسعت فيها هيدا النقطة هيدا الموضوع بالتحديد, بالتحديد، آه المحتلة عند حاكم مصر في لبنان الفار من وجه العدالة ورؤساء مجالس إدارات البنوك بلبنان المحتلة تبعيتهم هن ليك لوين بفكروا ما صرنا نفهم لهم عقلهم وصرنا عم نشوفهم بكل التصرفات القانونية اللي عم تنعمل بفكروا انه الاجنبي اللي عامل ايداعات بالمصارف اللبنانيه ما انه عامل ديكلاراسيون الامبو يعني مش عامل آآ آآ تصريح بالضرائب للدولة اللي هو مجنس فيها بيقولوا مش رح يسترجع يقدمها لأنه إذا قدمها بدها الطب مصلحة الضرايب بحي الله دولة هو مقدم الدعوة فيها عليهم وبياخدوا أكتر من نصهم للمصريات يعني بس شوفوا قدم الدعوة لأنه بتفوت بسجلات رسمية تخيلوا لوين عم بيفكروا ولوين الجهنمية بتفكيرهم إن كان حاكم مصر في لبنان ولا رؤساء مجالس الإدارة تبعت كل المصارف فهيدي هو نقطة عم بيستعملوها ضد اللبناني المودع اللي معه جنسية أجنبية اثنين لانهم خايفين لانه في ادعاءات كبيره صدقوني في اشخاص عندهم 107 مليون دولار مثلا بحسابه 200 مليون دولار 150 مليون دولار 50 مليون دولار 10 مليون دولار 7 مليون 30 3 5 اللي هن هودي ها شو عم يعملوا هلا لما لاقوا في ناس عم بتقدم هذه الدعاوى ليش عم بيفزعوا اصحاب المصارف المصرف اللبناني اللي عنده فرع بسويسرا او عنده فرع ببريطانيا او عنده فرع بفرنسا او بحي دوله برا بس تقدم الدعوه ضده عم بينعمل اون يعني بالتوازي مع الدعوه اللي عم تتقدم عم بينعمل حجز احتياطي على الاسس على املاكه وموجوداته وأمواله المنقوله وغير منقوله بالدوله اللي عم بيتقدم فيها الدعوه اللي هو اللبناني عنده جنسيتها بالتالي بس يحطوا ايدهم بالحجز الاحتياطي عم بيجي بفاوض البنك ما بيقدر يقول بعطيكم تشيك مصرفي لبناني بده بغصب عن رقبته يعطي تشيك مصرفي بي بي بالدولة اللي مقدم فيها الدعوة ساعتها بيدفع كامل المبالغ وعم بيطلع فوائد كمان ايضا نتيجة 13-14 حكم طلعوا مؤخرا فانتبهوا مزبوط ما حدا من اللبنانيين اللي ما معهم جنسية او اللبنانية اللي معهم جنسية اوعى تقبلوا الكتب اللي بيودوا لكم اياها والتشيكات المصرفيه لانه بيستدعون على اجتماع ليسلمون التشيكات المصرفيه باليد تشيك المصرفي ورقه كشك آه شو اسمه عفوا ورقه آه... نسينا شو بيقولوا يعني ورقه كدش ما... ما بتنفع ما بتنفع بيروحوا مصرياتكم ما بقى لكم حق المطالبه فيها فرفضوا ان كان عندكم وكلاء محامين خلوا المحامين قولوا هن بيعرفوا واجباتهم يرفضوا العرض والايداع الفعلي اللي بينقام عند كاتب العدل اللي بنودع عند كاتب العدل من قبل المصرف ورفضوا الاجتماع مع المصرف بمقر المصرف رفضوا نهائيا لانه هيدي القصه هي من اجل سرقه اموالكم بطريقه مشرعه وقانونيه لانه ما حدا بيوعى عليهم ما حدا بيقول لهم وينكم لانه عملوها طبقا للقانون لقانون الموجبات والعقود مش لقانون النقد والتسليف بيتزرعوا فيه فاذا هيدي النقطه محسومه اثنين بيطلع اليوم بيان لرئيس مجلس القضاء الاعلى بيتهم الكل بالتدخلات وبيعمل عريضه طويله عريضه كرمال موضوع لحتى يتهرب من قصه انعقاد الجلسه بكره لتعيين قاضي رديف من أجل البدء بتخلية سبيل الشباب الموقوفين المخطوفين بملف تفجير المرفأ عدة مغالطات قام فيها الرئيس مجلس القضاء الأعلى خاصة إنه هو بيتدخل بأعمال الغرف يعني بيكون قرار توزيع الأعمال بمحكمة التمييز وخاصة فيما يتعلق بموضوع الكف طلبات الكف اليد بينقلوا بيتدخل بالقضاء وهو ما له حق بهذا التدخل بينقله من غرفة لغرفة من دون الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء وخاصة المادة 123 من قانون أصول المدنية هيدا عم نقل الدعوة ومن صلاحية ومهام الغرفة السادسة مثلا اللي هو الرئيس جمال حجار اللي كان مقدم طلب الكف اليد عنده نقلها على التاسعة لعند الرئيس جمال خوري هيدا تدخل بأعمال القضاء من ضمن القضاء أكثر من هيك قرار تنظيمي اللي هو الرئيس سهيل عبود خالف قرار تنظيمي بتوزيع الأعمال وأحال دعاوى النقل إلى الغرفة الثالثة غير المختصة لأهداف لا نعرف ما بدي أقول مشبوهة ما بعرف ليش شو هي شو السبب كمان مخالفة قانونية جسيمة من خلال اغتصاب صلاحية هيئة المحكمة أي الغرفة المؤلفة من رئيس ومستشارين يعني ثلاث قضاة بحيث بيتولى بنفسه البت بطلب رد قضاة النيابة العامة التمييزية وأصدر منفردا حكما بيرفض الطلب وأبقاء القضاة وشرع الإجراءات الباطلة الصادرة عنهم بالرغم من عدم أهليتهم وسلطتهم بمخالفة صريحة وصارخة لأحكام المواد 120 و 123 من أنوز أصول المحاكمات المدنية أكثر من هيك يا ريس عم تقول عن التدخلات السياسية بالقضاء انت سمحت حضرتك وما طلعت نفيت ولا طلعت تأيدت زياره السفير الالماني لعندك واللي طلب منك عدم القيام بتعيين قاضي بديل رديث من اجل البدء باخلاف السبيل نظرا لظروف تتعلق بالسياسه الدوليه لمنع كشف الجريمه من وراء هذه الجريمه ومن وراء هذه هذه النترات اللي اجت هيدي شو بتسميها هيدي مش تستير تستر عن المجرم الحقيقي اثنين هيدا مش تستر على جريمة ابقاء ناس مخطوفة خلافا للقانون وخلافا للمواثيق الدولية والاعراف الدولية والمعاهدات الدولية اللي موقع عليها لبنان واللي السلطة القضائية عاملة بروتوكولات, بروتوكولات قضائية فيها ثلاثة هل التدخل السياسي بالقضاء بيمنعك تطبيق قرار وزير العدل بموجب المادة هيدي المادة السادسة اللي عم تحكي عنها انه ما استعملت من قبل هيدي حجة ما بتقلش حجة شو هالحجة هيدي آه وزير العدل عنده هيدي الصلاحية لا انا بجنينة مشان هيك الوزير العدل عنده صلاحية عنده موجب بموجب هذه الصلاحية انه يدعي جلسات لمجلس القضاء الاعلى عندما يتمنع مجلس القضاء الاعلى عن القيام بهذه ال 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 الوجبات بالتالي عندما يقوم وزير العدل بدعوة مجلس قضاء على الاجتماع مش بتقول انه هيدي سابقة لم تقم بس بتعترف انه مادة قانونية ما زال مادة قانونية يعني يحق لوزير العدل انه يطلبك لانك تجمع مجلس قضاء على لتطبق اي قرار كما القرار اللي بيحكي عن تعيين قاضي رديف بالتالي هيدا العمل غير قانوني نهائيا وهيدا تدخل سافر بشؤون القضاء لا يجوز أن تتم المعاملة لتبرير الأغطية عن الناس الباقية والسلطة المنظومة الفاسدة بهيك قرار وتتزرع بأنونيته وبتقول مش صار سب قبل صايرة بالسبعين وصايرة بالستين وصايرة بالثلاثة وثمانين بس النقطة مش الجدل إذا صارت ولا ما إذا, إذا عم بتتزرع باستقلالية القضاء طالما قانون استقلالية القضاء اللي مخبيه جوجو عدوان بقلب جوارير لجنه الاداره والعدل واللي ما عرضوا على الهيئه العامه لمجلس النواب طالما بعده مش مبت مجبور تنفذ قرار وزير العدل اللي بيجبرك انك تقبل بالاجتماع فهيدي الامور ما بتمرق بعدين عم تحكي عن التدخل وعم تحكي عن هيبه القضاء ليش ما بتتدخل لتحرك ملفات رياض سلامه اللي بالتزوير والاسراء غير المشروع وتبييض الاموال ودفع رشاوي لحاكم مصر في المركزي بفرنسا السابق ولغيره ولغيره وشركات وهميه نجيب مئات وسليلته وفصيلته ليش ما بتتدخل مع النيابه العامه الاستئنافيه لملاحقه لانه عم تتمنى عن ملاحقه رياض سلامه ليش ما بتطلب من مدعي عام التمييز التحرك بكل الملفات اللي عم ينحكى عنها ليش الابراء المستحيل ما حركته اللي موجود الكتاب كله مع مستنداته عند مدعي عام المالي شو عمين يعني معلش اخي خدنا على قد عقلاتنا يا ريس شو يعني عم بتفسر الماء بالماء لحتى تغطي عن تقصيرك بملاحقه هذه المواضيع في حاكم مصرف صار له هربان 8 اشهر عامل العمايل باوروبا وبلبنان وما وانت ما انت رئيس السلطه القضائيه اذا بدك استقلاليه القضاء تفضل انجز هذه الملفات او عمول اعاز لمده عام الاستئناف بس قويه تهجموا على قاضي اسمه غدا عون لانه عم بتقوم بواجباتها واللي عملته الرئيس غدا عون قد كل شيء فيك اقض اقض قضاء باوروبا عملت اكثر منهم جايين هلا عم بتستروا عنه فهيدي الامور اهتم فيها بعدين يا ريس احقاق الحق وين مبدا الانصاف والعداله؟ بدري ظاهر ورفقاته مخطوفين ماسورين وخارج نطاق اي توقيف خارج مخالفين كل القوانين المحليه والدوليه وتبعيه الامم المتحده وجاي عم تحكيني هلا بهيبه القضاء وسلطه القضاء ما هو من هو مسؤول على القضاء يجب ان بيخلق المناعه على القضاء هو اللي لازم يخليه قوي وما يخلي حدا يتدخل فيه حتى لو ما في قانون استقلالية القضاء كل قاضي هو اللي او مسؤول عن سلطة قضائية هو اللي بيسمح او ما بيسمح السياسيين وغير السياسيين والامنيين ورجال الدين أنه يتدخلوا فيه على كل حال هيدي الحجج ما بتقرب ولا بتاخر هيدي الحجج بتادي الى تهديم القضاء فعليا لا اكثر ولا اقل وانتم عم بتساهموا فيها اما فيما يتعلق بموضوع آه شو اسمه قصة ملف ترسيم الحدود <applause> مثل ما صرح فخامه الجبل اليوم انه ترسيم الحدود صار قاب قوسين او ادنى للانتهاء من كل الملاحظات ونامل ان يتم التوقيع على الورقتين على حدة بين الكيان وبين لبنان بالامم المتحده لنخلص من هيدا الـ 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 الهم كله سوا لحتى نسترجع كامل حقوقنا وبغض النظر عن الشوشرات اللي بتطلع ساعه بال 29 ساعه بال 30 وساعه بال 35 هيدي كلها زياح زياح هذه السلطه المنظومه من اجل آآ آآ شم الزياح لا اكثر ولا اقل، فاذا هيدا الموضوع بالتحديد لازم يتسكر ان الله راد مثل ما قال فخامه الجبل، نرجع لموضوع اللي عم بهللوا بقصه 31 تشرين انه خلصنا من الولايه وخلصنا من العهد. فليعلم القاسي والداني ان ولايه رئيس الجمهوريه لعماد ميشيل عون فخامه الجبل مستمره لبعد 31 تشرين الاول 2022 بحي الله صيغه ممكنه مش معناتها انه رح يبقى بالقصر او ما رح يبقى بالقصر ما عم فوت بهذا النقاش ولكن هناك اجراءات يستطيع القيام بها وسيتم الاخذ بها فلا أوي يعني اوعى تفكروا رئاسه الجمهوريه ستتغير من بعد الرئيس عون ستستكمل بما حققه العماد عون وبالنتيجه اللي هو ماشي فيها وبالحلم اللي هو ماشي فيه من من ميلة تاني شفنا الترشيحات يعني سمير جعجع عم بيرشح السيادي ميشيل معوض السيادة ما بدنا نحكي تاريخ لا أمه ولا تاريخه هو ولا تاريخ التقلبات ولا تاريخ شو عامل بإفريقيا سنة 2004 بدنا نحكي عن هذا الموضوع بالتحديد من هيدي الزاوية مع أساس هللته أنتم بدكنوا فيكنوا مرشح طبيعي ومدري شو هلأ عم تدعموا ميشيل معوض لن يكون هناك رئيس جمهورية في لبنان من دون موافقة الطيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل ورئيس الجمهورية العماد ميشيل وإذا لم تشكل الحكومة في شيء دستوري رح يصير ومثل ما قلت سابقا هيدي الأمور ما بتصير إلا على الحامي وخليها تصير على الحامي لا أكثر ولا أقل يعني ما حدا يتفلسف فيها هيدي الموضوع نهائيا التحالف بين المقاومة والطيار الوطني الحر هو تحالف مقدس ولن يستطيع احد ان يكسره وهذا الموضوع بالتحديد فيما يتعلق برئيس الجمهوريه لن ياتي اي رئيس لا تتم الموافقه عليه من قبل رئيس الجمهوريه ورئيس تيار الوطن الحر وانتهى البيان اما الامور الثانيه المتعلقه بهيدي يعني ساعه بيطلع أبو عاصي بيحكي عن جلسه 13 شوفوا شوفوا الحقاره والاعتراف بالعمالة وبالانبطاحيه قد ايه بيطلعوا نواب حزب البخاري بيطلعوا بيحكوا بيقولوا إيه لا ذكرى استشهاد الرئيس بشير جميل هي اهم بكثير من ذكرى 13 تشرين 1990 عند دخول الجيش السوري على المناطق الحره لك يا ابو عاصي ويا يعني يا بوليطاني على اساس العاصي نهر العاصي ان كنت انت ولا سمير جعجع ولا عم تعترفوا بذلكم وعم تعترفوا ما انتم كنتوا مع السوري ومع الامريكي ومع الاسرائيلي ومع السعودي باجتياح المناطق الحره وإز... وطن حر حر الحر أو ادم يعني رئيس طيار وطن حر جبران باسيل ادمي تخيلوا بالرغم من كل الملاحظات على موضوع بشير جميل اخذ قرار بانه ما يحضر الجلسه اللي كان معينها اه نبيه بري انتوا عم بتزيدوا بموضوع جلسه 13 تشرين لانه انتم ما عندكم حس بالمسؤوليه وما عندكم حس بالذنب لانكم مذنبين وشاركتوا مع الاحتلال بوقتها كل هيدي الاحتلالات مجموعين شاركتوا معه ومهدتوا فانتم مرتكبين هيدي الجريمه واللي مرتكب الجريمه ما بيستحي على حاله لانه عارف حاله مجرم وفي حال ما حضر الجلسه بصير بدها تنحسب عليه وعلى اسياده يعني معلش ما مرقولنا ما اياها هيدي الكذبات ما بقى تنطلع على حدا، واصلا كلكم صرتوا مفضوحين وما بقى تتخبى، واول فضيحه انه سمير جعجع بطل عم يحسب حساب حاله بانتخابات الرئاسه لانه بيعرف حاله مجرم مدان محكوم بموجب احكام وطالع بعفو عام مع دواعش الضنيه، هل أدي مستويه مستواه وهالقد حجمه لا اكثر ولا اقل، وهيدا مستعد يضحي بحيالله نقطه دم مسيحي بعد بلبنان لحتى فكره بحلمه انه يصير رئيس جمهورية بس هيدي ما بتصير ما فرقاني معه قتلوا الصلاحيات سنة التسعين وسنة التسعة وثمانين هو والبطرك سفير هلأ مستعدين ينهوا رئيسة الجمهورية لوحدة مارونية بالعالم العربي ومن الخليج الى المحيط كرمال ما يجي حدا من ريحة العماد ميشيل عون هيدي هالقد حقها لا تكبروها ولا تزغروها هولي جماعة هن المشتركين بكل هيدي الامور وهن المجرمين مع شركائهم كان نبيه بري ولا وليد جملاط ولا اسرائيل ولا امريكا ولا السعوديه ولا سوريا بوقتها ع ايام الخدام فاذا بلشت تبين يعني داب الثلج وبين المرج لا ها ومثل كل اخر فيديو بنقول له نحن معك لاخر نفس وما تنسوا رح منضلنا نشوفكم كل يوم الساعه 9:30 بتوقيت الجبل وهلا بعد شوي رح نحط حلقه الوزير جبران باسيل رئيس تيار الوطن الحر على الصفحة بتمنى عليكم متابعتها وتصبحوا على ألف خير